نتابع مشاهدينا هذه الحلقة الخاصة ببداية السنة مع أندي خواجة. أندي، بدي أوصل على لبنان وركز على لبنان. اليوم شفتك أنك عم تعمل جولة على السياسيين اللبنانيين، زرت الرؤساء الثلاثة، شو قلت لهم وشو قالوا لك؟ سلمت عليهم وقلت لهم يعني لازم نعمل شيء حلو للبنان 2017 وما نشوف كيف انا نقدر نعمل شيء للبنان ب 2017 شيء مثل سنه جديده. يعني شيء باختصاص الاقتصاد وباختصاص اليوث الشباب والبنات اللبنانيين اللي عندهم طموحات ولازم يعملوا شيء بالبلد وللبلد. في خطة محددة؟ في عندك تصور شو بدك تعمل للبنان؟ هلا التصور اللي عندي انا بالوقت الحاضر انه موتيفيشن كثير مهم. موتيفيشن انك تحفيز، خلينا نقول. مزبوط. اللي عم بلاحظه واللي عم لاقيه وحكيت مع يعني كيف بيصير هذا التحفيز؟ يعني قل لي عمليا. هون المشكلة انه ناقصهم منتور شي حدا خلينا نقول يتطلعوا فيه او يكون مزبوط وحدا ما يكون ملهم بس حدا ما يكون يعني خلقان غني وعنده كل شيء. عم تعطيني مواصفاتك لك تقريبا انت المنتور تقريبا يا حدا انه يعني اجى من ولا شيء وقدر يعمر من ولا شيء كمان وقدر يبني شركه من ولا شيء ولا مساعدات بنكية ولا أي شيء ولا قرض بنكي. بس هي قصة نجاح فردية أستاذ أندي. يعني اليوم اللي قاعد عم بتفرج عليك بيقول لك أنه أنا فيي أعمل شيء يكون ضربة حظ كتير كبيرة. أو أنا ما بعتقد بالحظ. ما بتعتقد الحظ كان إلى جانبك؟ ما بعتقد بالحظ. أنا يعني الحظ هذا الشيء أنه يمكن بس بيساعد الانسان ليفكر انه يمكن حظي بيكون منيح هالمره، يمكن حظي حلو، يعني واحد ما بيركب طياره بقول بلكي حظي حلو حاوصل ما حموت، واحد ما بيطلع بالسياره بقول بلكي حظي حلو حروح حوصل على الشغل اليوم مش هيك لحد السياره اموت، انا ما بآمن بالحظ. بس اوقات واحد بحطك على الطريق المضبوط بالتوقيت الصح لانه ثاقبت خلينا نقول مزبوط. بالصدفه انك كنت بالموقع اللي بخاولك تعمل شيء. بس هيدي جايدنس ارشاد او نوع من بدهم ارشاد وبدهم موتيفيشن وبدهم منتور لحتى حدا يفرجيهم انه this is the way to do it. طيب tell me what's the way to do it. هلا each individual كل شخص بحسب دراسته حسب شو بده يعمل. انا بالنسبه لي بعتقد انه الاوبورتونيتيز المجالات اللي عندنا اياها هلا على الانترنت مجالات كثير هائلة. ما تم خلينا نقول استنزافها بشكل كبير؟ يعني حتى الابلكيشن اللي انت عملت فيها كل هذه الثروة في مثلها كثير ابلكيشنز. ما في شيء، كل شيء له ابلكيشن بالعالم اليوم. شو انا بدي كيف بدي يكون انا عندي انوفيشن اخترع شيء جديد؟ يعني حتى اذا بتخترع شيء حتى اوريدي اكزيستنج يعني اوكي كم محل ببيع صبابيب بالعالم؟ كم محل ببيع بناطلين بالعالم؟ كم محل ببيع ميك اب بالعالم؟ شو اللي بينجح وكيف بينجح؟ ما كله عم ببيع، كم محل كولون بالعالم ببيع برفيوم، كم محل مي بالعالم عم بسألك ببيع. شو سر النجاح؟ ليه في شيء بينجح وفي شيء ما بينجح؟ حسب البرودكت، حسب البرودكت اللي عم بعيها وحسب حسب الماركتينج اللي عم تعمليها كمان اونلاين، يعني في بامريكا حاعطيك ايديا مثلا، في محلات كثير سكروا وبيعوا مثلا تليفونز وبيعوا الاكسسوارز تبعوا للتليفونات ما لهم عازبه لو سكروا وبيقول لك انا هلا محلي اونلاين بيدفع 100 دولار بالسنه على جو دادي بيشتري الدومين تبعه وعمل لك ويب سايت وعم ببيع 10 مرات اكثر ما كان عم ببيع محله كان عنده 3 شغيله بيشتغلوا وعم بيدفع لك 10000 دولار اجار بالشهر يعني الفيرتشوال لوكيشن اهم اليوم من اللوكيشن الحقيقي. معلوم بعدين عندك محل بالشارع بدك تنطي الزبون ليجي بلكي عم تشتت له ما يجيش الزبون شو بتعمل يعني بس اذا عندك الفكره هاي وعندك المحل اونلاين مش بس بالشارع صرتي اكسسبل للعالم كله. في شيء ما عم تخبرني اياه بمشاريعك اللبنانيه؟
أو عن جد أنه بتعتقد لبنانية بدهم منتور وأنت فيك تكون هيدا الشخص اللي ما بعرف لبنانية لبنانية أول شيء بدهم منتور. الشعب اللبناني ما تستقلي شعب كتير ذكي وشعب فيه يوصل لأشياء كتير خيالية. حتى أنا بشوف الجديد الجيل الجديد من لبنان وعم بقارنهم بالجيل الجديد الأمريكاني. العقل الأمريكاني كتير أنت بتشغل ميلينيلز كتير خليني أقول اللي هن شباب كتير صغار مزبوط. ما أخذنا أورد لحنا شركة تاني بالعالم أخذت جايزة تاني بالعالم هذا تاني السنة in a row سنتين ورا بعض يعني جوجل إجرام أربع إجين لحنا رقم اثنين بالعالم كبيئة لتوظيف شباب بعمر كتير صغير خلالين سنة 2000 أو لا أو قبل 2000 بشوي لأنه يعني بال 18 19 20 22 لأنه منوثق فيهم. بعدين هيدول الشباب شباب أو البنات يعني بيبقوا عقلهم فريش يعني hungry for حتى to prove themselves لحتى يبس عندهم جوع لإثبات نفسهم يثبتوا حالهم إنه أنا فيي أعمل إنه أنا فيي you can count on me you can rely on me فيك توثق فيي أنا فيي أعمل شغلي. ونحن بنعلمهم شوي بنفتح لهم طريق وبنفرجيهم اوكي يعني فيك تفوتي بهالطريق هيدا. فهمت علي؟ كم موظف عندك؟ شي 1400 موظف بين اليابان ولوس انجلوس وبالعالم كله. وفي لبنانية؟ في بالوقت الحاضر في شي 11 لبناني. بس ليه؟ ما عم لقيت. معقول؟ هلا عم بتقول شعب ذكي وعنده كفاءة. طب هلا بلبنان انا عم بجي على لبنان هلا عن جديد يعني اوكي عن جديد عم بجي على لبنان ما من اللي عندي بس انه ما في عندك مثلا لبناني خليني ساعده او خليني اعطي فرصه اكثر ليكي يعني حالك شغله يعني انترستنج جبت لبنانيه ما خصهم ابدا بالشركه ما خصهم ابدا ما عملوا ابدا دراسه يعني جبت واحد اركيتكت كان يعمل سمنت اوكي يشتغل بالسمنت بيعير قد ايه بده السمنت لهيدي البنايه حطيته شغيل عمار خلينا نقول حطيته بفاينانس لاي كوميرس حتى يشتغل مع 30 بنك ويعمل مثلا 100 كرنسي كونفرجن او باي اوتس وعندي ناس جراديويتد وذ ماستر ديجري ان فاينانس. اللبناني تعلم اسرع واحسن من اللي عنده شهاده جامعيه من اللي عنده شهاده جامعيه بامريكا واللي عم بيعمل نفس الشغل صار له 9 سنين اللبناني تعلمها وبيعملها احسن خلال 6 اشهر. شو السر انت وثقت فيه لانه هيدي قصه حياتك انت لانه انت تعلمت من الحياه مش من الجامعه؟ مزبوط ف يعني اللبناني كثير ذكي بس مثل ما قالوا علمي show him the way he will do it. حربوق نحن بنقول بنستعمل هالكلمه ما بعرف بتتذكرها حربوق بس كيوت طيب اوكي حربوق. بس اليوم عم نحكي عندي موجود بلبنان صاروا اكثر من زياره عم تبرم على مسؤولين خليني اقول لك بصراحه اكثريه الناس اللي هلا عم يحضروك ما عندهم اي ثقه فيهم يعني بيعتبروا انه بلدنا بهيدي الحاله نحن بلد ما عندنا كهرباء انت وقاعد بالاوتيل يمكن ما بتحس بس اذا بتمشي شوي على الطريق بتروح الكهرباء بتجي هي بسيطه عندك جيش من مافيا الموتوريت اللي هن موجودين بكل شارع هن اللي بيشغلوا الكهرباء وقت كهرباء الدوله بتكون مقطوعه صاحب الموتور بيصير معه مصاري وبيختني الدولة بتخسر على الكهرباء مع انه بتبيع كهرباء بنفس السعر فبس عم بعطيك هيك اكزامبل صغير ذنب الدولة طيب ما في بتوع بلبنان طيب ما عم بتحكي انه هيدا الكهرباء اللي صرنا صارفين عليها مليارات منا ذنب الدولة ذنب المواطن اللي بده يضوي بيته في درجة من الفساد غير مسبوق موجودة بلبنان ما في شيء اي شيء بتعمله الا ما في حصة الفساد فيه أكبر من أي شيء تاني كنت عم بحكي أنا وياك عم بتقلي وين ما كان في فساد مزبوط بعمروا الجسر بيسرقوا فيه شوي بلبنان ما بيعمروه للجسر بيسرقوا كل مصرياته فهيدي نكتة معروفة فنحن عم نحكي بمستوى الفساد الموجود عندي شو فيك تعمل بعدين شفت طبقة سياسية شفت أعمار حتى موجودة يعني بالثمانينات شخص بيعيش بيضل بيقعد ما بيتغير الناس بدها تغير ما بتعرف كيف في نظام مذهبي طائفي بخلي كل واحد يتكمش بهيدا اللي اسمه زعيم وبالعالم كله ما في شيء بقى اسمه زعيم الا بشويه عالم ثالث موجود عندنا شو فيك كيف فيك تكون منتور طب ما الشعب هو اللي عم يعمل الكشن مش هو اللي عم ينتخب الشعب صحيح بالنظام المذهبي اللي احنا موجودين فيه هيدا الشعب اخر مره انتخب بال 2009 ماني اكيده
انه بالانتخابات هلا 2017 ما بيرجع بيجيبهم، مشان هيك عم بقول لك هيدا الشعب اللي انت قلت لي محاصر، محاصر بنظام طائفي، كل واحد بينتخب نكيب الثاني، انا بخلي زعيمي وانت بتخلي زعيمك، والزعيم شغلته يشد عصب الناس بطريقه مذهبيه طائفيه. عندي انت خلقت ببيت شيعي اسمك احمد، طلعت للعالم اليوم اكيد بتصنف حالك مواطن من العالم كله، بتحكي بالتجربه اليابانيه مزبوط. هون بقول لك على الصعيد الفكري فيك تعمل شيء للبنان. انا بالنسبه لي يعني لبنانيه كل لبنانيه، ما عندنا تفريق باي ديانه، يعني ان شاء الله يكون لبناني يهودي او لبناني مسيحي او لبناني درزي او لبناني مسلم، ما بعرف شو فيها ديان، يعني ان شاء الله يكون 50 دين عندهم. في 18 معترف فيهم. 18 ان شاء الله يكون 900 يعني دازنت ماتر، لبناني لبناني بالنسبه لي، اذا واذا عربي عربي ما بفرق، يعني الديان ما بتعمل لي شيء ابدا 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 صفر. بامريكا عندك فوق ال 5000 دين بامريكا وكلهم بيشتغلوا مع بعض، ما بتلاقي حدا بيخانق بعض، يعني قصة انه واحد يتخانق مع واحد تاني او ما يحكي مع واحد تاني او يشتغل مع واحد تاني بس عشان الدين، هذا شيء خرافي، يعني هذه ما صارت من 2000 سنة، هيدا عايشينه نحن بأوجه بلبنان، يعني شيء حزين، يعني حزين جدا. مشان هيك عم بقول لك يعني الشعب ابدا ما بيتقدم اذا فكرته هيك، لانه فكرة تعيسة وفكرة كثير ما يعني مأخرة وما بتتقدم. بعدين سمعت عن القانون الارثوذكسي؟ هن هيك بسموه ارثوذكسي. في اطراف معينه بلبنان طرحوا قانون كل مذهب بينتخب جماعته، يعني حسين بينتخب حسن، ميشيل بينتخب جورج، بس عم بحكيك بكل مذهب. انا ارمن ارثوذكس بنتخب ارمن ارثوذكس، بلكي بحب جورج طيب بتقبل جورج، هيدا كلام كثير حلو انت عم بتقوله، this is music to my ears. بس انا عم بقول لك بلبنان قبل ما تجي تحكي بالانوفيشن بالشباب وبالناس، شو بدك تعمل بوضعيه الخوف؟ الفير مونجرينج موجود كل يوم بغزوا الخوف. انا انا بيطلع بيجتمعوا بعض الزعامات، الناس بتوعى مرتاحه. انا احمد لانه بتعتبروا انه حقهم وصل لهم. اوكي انا احمد، واجيت لما اجيت اخذ لما المشوار اللي جيته قبل تعرفت على سامي جميل، يعني انا احمد بنتخبه لسامي، اي لاف هيم، بالنسبه لي انسان كثير يعني رائع وذكي ولويل بالنسبه لي. بلا ما نفوت بالتسميات، بس انه في عندك اليوم طبقه سياسيه مذهبيه طائفيه للعظم، في احزاب سياسيه بتحط الصليب والدين والايديولوجيا الدينيه قبل اي شيء اخر. انا هيدا اللي عم بسالك يا استاذ اندي، نحن بالحياه المدنيه ما بتعتقد انه البلد بده حياه مدنيه علمانيه ليمشي؟ خليني اقول لك شغله، كان في وحده فيك تقعد مع كل السياسيين وتنغرم فيهم قد ما اشخاص رائعين. كان في وحده بتشتغل عندي بالمحل اسمها سعيده، هي يهوديه اصلا، يهوديه من سنغافورة بتشتغل عندي بالمحل، كانت حاطه السلسال برقبتها بس يفوت الخليج اللي عندنا على المحل تشوف ايه الكرسي وتحط ايه الكرسي وتحكي معه السلام عليكم بيعوا ثياب، بس يفوت اليهودي تحط غير نجم داوود. عن جد عم تحكي؟ اسوير لازم تيجي تتغير السياسه بلبنان صعيدة. بس 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 يفوت بس يفوت الـ بس يفوت ال ال التشاينيز او الياباني تحط له بودا، تشيل تحط البودا وتحكي بالبودي شوي، تحكي له بالايجن لانجوج، وبس يفوت الامريكان تحط له الصليب، تحط له الصليب تفرجيه وبيع، يعني بيع كثير. فقلت لها مره، قلت لها سعيده ليه بتغيري هيك يعني؟ قالت لي لانه انا تعلمت، جوزي كان لبناني. اوف جوزي كان لبناني، شيء بخوف. قالت لي جوزي كان لبناني وعلمني كيف بدي اعمل ديلز. واو. طيب نحن بدنا نوقف مع فاصل، بدنا نشوف كمان اكثر مع اندي شو الديل لهالبلد اللي معقول يكون شوي تغييري، ممكن بدي فوت معه اكثر، شو هو المخطط اللي راسمه للبنان؟ امتى راجع على بيروت؟ شو بتعني له هذه العاصمه؟ لبنانيات اكثر بعد الفاصل.